تيجانا يمكن على مدار التاريخ كله بتلاقي فيه لعيب في نادي الزمالك من ضمن ال 11 لعيب في الملعب بيوجه اللعيبه طبعا ويوقفهم صح. يعني مثلا على سبيل المثال انت في فترات كتيره جدا كنت بتتكلم كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته، الناس الكبار دول، مين النهارده في الموجودين يقدر يتكلم ويقدر يوجه اللعيبه ويوقفهم صح من خلال حتى مساعده معتمد جمال في الملعب؟ يعني حمزه المسلوسي. حمزه المسلوس طبعا عنده شخصيه قويه جدا داخل الملعب، بيتكلم على طول. انت فاجئتني حمزه، يعني مش لا عمر لا جابر مثلا لا 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 كابتن التيم. حمزه عنده خبراته، شخصيه، عنده خبرات وعنده شخصيه، بيتكلم على طول اكنه يعني مولود في جوه نادي الزمالك الحقيقه. يعني ولد محترم ولعيب كبير يعني. انما عايز اتكلم في المشاكل يا كابتن طارق اللي بتقابل فرقه نادي الزمالك في المباراه اللي فاتت على المستوى الدفاعي و على المستوى الدفاع بتاع الفرق الاخرى. يعني لما بمعنى الفرقه بتعمل زون ديفنس بيبقى فيه صعوبه بتبقى شويه. في مشكله كبيره جدا. ماتش انبي نادي الزمالك خسرنا عشان كده، ماتش زد، ماتش المقاولين، الفرق اللي بتلعب نادي الزمالك جيم مفتوح زي سموحه الزمالك بيقدر يتغلب عليها. وبيراميدز طيب لما احنا وبيراميدز والبنك الاهلي بالظبط، يعني الماتشات اللي احنا كسبناها وعملنا فيها لقاءات مميزه جدا. طيب عشان احنا نلعب متوقع ان انت تلعب مع فرق تلعب زون نص ملعب او تلت ملعب ويعتمدوا على الهجمات المرتده او السرعات او اللعيبه المميزه، لازم يكون عندك عناصر جوه التيم اللي عشان تبدا بيه المباراه. يعني انا من خلال دراساتي مثلا لفيوتشر بيلعب جيم مفتوح، فالنهارده انا اتوقع ان هو نادي الزمالك يبقى جيم كويس يا رب ان شاء الله باذن الله. انما لو اتقفل الجيم يبقى عندك انت من العناصر اللي انت عشان تلعب على الاطراف زي ماتش ابو سليم انت لازم كنت تلعب على الاطراف او التسديد من خارج او المهاره او واحد الفرديه، مهاري مهاره يقدر فرديه. يحل لك دي. تمام، احنا الثلاثه ما كناش موجودين. يعني اوباما ما كان بيلعب سنتر ده في الشوط الاول، الشوط الاولاني على الاقل. الشوط الثاني لما نزلنا فيرود وبتبقى في تحركات وبيبقى في لعب على الجناب، طب عشان اعمل على الجناب لازم يبقى في سنتر فيرود ثابت عشان ياخد الكور بالهيدرز. صح، هو ده اللي حصل الشوط الثاني. فالنهارده نادي الزمالك اكيد فرقه فيوتشر متصدره طبعا مع النادي الاهلي مع بيراميدز الاول. مع بيراميدز الاول فهيلعب جيم مفتوح، ممكن يتحفظ بعض الشيء في جزء من المباراه. انما هيبقى في ثغرات يقدر نادي الزمالك يستغلها من خلال زيزو، من خلال يوسف اوباما، من خلال سيف الجزيري، ويقدر يشتغل من الجناب، من نضاي ومن عمر جابر، لان هو عنده امل ان هو يخش في يعني منافسه البطل الدوري، لان هو 14 بونت، عفوا 12 بونت، والاولاني بتتكلم فيه فارق 16 اربع نقاط فقط، فبالتاكيد عنده دافعيه كبيره جدا.